بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، نحن الآن مع واجهة القلعة، قلعة المرابطين والمجاهدين التي تقابل الشارع العام في منطقة سوسة. هذا الجزء تم تحويله إلى دار للدعارة والعياذ بالله. وأدعوكم هما توا تفجعوا كلهم، ها كلهم تفجعوا. ليش تفجعوا؟ احنا نذكرهم بالله، نلقاو نحكي احنا نريد. هذه هديه طيب مني لك، طيب طيب فيه، وهذا نعال عن البرد، هديه مني لك. ينوب علي، بارك الله فيك. طيب عطر مني لك هديه تطيب فيه عشان تتاكدون احنا نوايانا حسنه ولا نريد لكم الا الخير. نار ازر وحدهم ديار وكل شيء، الفساد مش يقدر في الديار. لا 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 لا، وهذا مو كلام، هذا مو كلام. لا يا لا، اللي تفعلونه حرام، اللي تفعلونه حرام، ما يجوز. الكاميرا علينا، لا علينا، اللي تفعلونه حرام. ما شاور ربي، ما ربي حاسبنا، ربي اللي حاسبنا بطرف الدومه. احنا نذكركم بالله عز وجل، اللي تفعلونه زنا وحرام. احنا جاي من كلمه طيبه، كلمه طيبه يا ولد، هديه مني لك. هناك بعد نشوف. احنا نذكركم بالله، نذكركم بالله عز وجل. عطها عطها عطها، احنا نبغي لكم الخير، نبغي لكم الخير. اللي تسوون هذه حرام، بس نبغي لكم الخير. الله يهديكم ان شاء الله ويهدي الجميع. كم دارني، كم غرفة، كم دار. الآن تخفون وجوهكم، يوم القيامة ماذا تفعلون؟ يوم القيامة ماذا تفعلون؟ خايفين. والله انصحهم، اللي يفعلون زنا، زنا حرام. معي على البالي، معنا ربي وخيرته، وعندهم من يخلق. الله غفور رحيم، لكن من يستحق. اللي تفعلونه حرام، ما يجوز زنا. طيب. نعم. نعم. كيف؟ من الخليج. من الخليج قطر. اي نعم. هم دولة كي تمشيوا على الارض تحكم بترول، هكا ولا؟ نحن دولة منهوبة، اصحاب شهيد عليا ما لقاوش خدمة. من الرازق؟ سامحني. من الرازق؟ الله تعالى يرزق. الله تعالى هو اللي يرزق. مو معناته الشعب التونسي كله مضطهد، الشعب التونسي يعني يفعل الحرام؟ سامحني كنا في السجون. يعني الشعب التونسي كله يفعل الحرام؟ سامحني، ليه تروح كي تموت مرة بحياتك؟ الانسان في اي انسان في الدنيا يموت مرة في حياته. أموت مرة في حياتي في الدنيا ولا أعذب في نار باقية؟ ما نستطيع أن نصبر على عذاب الله. النار عذاب الله تعالى شديد، لا نصبر على نار الدنيا فكيف بنار الآخرة؟ والله حرام. واحد العفيف، المرأة الطاهرة تموت من الجوع ولا تبيع عرضها؟ ولا نريد لكم ولا الخير. الله تعالى يرزق الطير، يرزق النملة، يرزق النحلة، يرزق الحيتان في البحار، يرزق الطير في السماء. الرزق بيد الله عز وجل. الله تعالى في وانت في بطنك الله كتب لك الرزق. الرزق جايك. اذا ما اخذتي انت بالحلال تاخذينه من الحرام، مكتوب لك الرزق. فليش تاخذين الرزق بالحرام؟ خذيه بالحلال. انت توا كي جيت من بلادك الخليج لهنا خذيت طياره ولا؟ اي نعم. خلصت فلوس ولا؟ كان ما جاش عندك فلوس تطير فيها طياره. هي قضيه فلوس، قضيه ايمان بالله عز وجل. ايمان بالله، الله تعالى هو اللي يرزق. الله تعالى يرزق. قالت الشيخ، الشيخ قالت ما عندنا مال، قالت ما عندنا البديل. نحن تغطية اجتماعية ما عندناش، نحن ناس كي نخرجوا من هنا ما يخدمونيش. هل معناته نعصي الله؟ بالعودة إلى الله عز وجل، الإيمان بالله عز وجل. بالعمل. اسمح يا شيخ، اسمح. جيت لهنا، أبعث مشروع، أبعث أي حاجة، شو ما تستنى
نعم اي نعم اي في في مستعدين مستعدين لو صار هناك عمل لكم تعملون عمل حلال تتركون الحرام مستعد. اللهم احفظ تونس اللهم احفظ تونس اللهم اكفهم بحلالك عن حرامك اللهم اكفهم بحلالك عن حرامك واغنيهم عمن سواك اللهم اكفهم بحلالك عن حرامك واغنيهم بفضلك عمن سواك اللهم كن لشباب تونس اللهم كن لفتيات تونس اللهم طهرهم يا الله اللهم ابعدهم عن الفاحشة والزنا اللهم ابعدهم عن الفاحشة والزنا اللهم كن لشباب المسلمين في كل مكان اللهم كن لشباب المسلمين في كل مكان اللهم ارزقهم حلالا طيبا اللهم ابعدهم عن الحرام اللهم ابعدهم عن الحرام اللهم ابعدهم عن الحرام يا رب العالمين اللهم اكتب لي شباب تونس وفتيات تونس الايمان اللهم اكتب لهم الايمان اللهم اكتبهم العفاف اللهم اكتب العفاف يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والله ما نريد لكم الا الخير والله ما نريد من الخير لما مرت هذه المنطقه مرت للدعوه فمرت هالقلعه ورحت للمرابطين وشفت الثغور وشفت كيف كانوا هذه المنطقه كانوا قلعه للدفاع عن الاسلام وتصير في نفس القلعه على جدران القلعه الطرف الاخر تصير معصيه لله عز وجل الله عز وجل يجعل يجمع الزنا يوم القيامه في تنور اعلاه ضيق ثم تاتي نار وهم عراة الزاني والزنا ثم ياتي تاتي النار من الاسفل حتى يرتفعوا من هول النار الى الاعلى حتى كما قال ضوضوا هذه نار عظيمه نحن نستطيع ان نموت ونحن على الجوع لكن لا نعصي الله عز وجل نستطيع ان نتحمل الجوع نستطيع ان نتحمل نار الدنيا لكن نار الاخره لا نستطيع ان نتحملها الله تعالى هو الطف بنا الطف من الام بابنها اذا كان عندنا هذا اليقين كيف الله تعالى ما يرزقنا الرزق بيد الله عز وجل لكن احنا ما سعينا عندنا نقص فينا عندنا نقص في اخلاصنا عندنا نقص في اجتهادنا هناك اطفال يعملون هناك نساء يكنسون ويفعلون والله تعالى يرزقهم سمعوني طيب سمعوني انا لا اريد الا الخير سمعوني 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 انا ما اتيت الى هنا لكي اسمع صراخ وعويل وناس يسيئون لي انا اردت لكم الخير لاني اعلم ان هذا الكلام سيصل الى اناس عندما اضع هذا المقطع في على الانترنت الان تريدون تقولون انكم لو كان تم هناك اعمال لكم امير ودار مال حلال تبتعدون عن هذا صحيح انا اريد ان اوصل رساله للناس هي قالت اهل الخليج واهل الخليج سمعوني يا هي قالت اهل الخليج الان يتم التصوير حتى اوصل رسالتكم اوصل معاناتكم صح انا اقول الان لمن يشاهدني على هذا المقطع يستعدون مستعدات هالنساء لترك دور الدعارة بلد فتحه الصحابة أنا دعوني أوصل الرسالة بلد هذا البلد تونس فتحه الصحابة وصلوا مجاهدين إلى هذه المنطقة والآن بعض بنات تونس وفتيات تونس يمارسون البغاء هل يرضى بهذا المسلم نداء إلى تجار الخليج هل ترضون بهذا؟ بلد وطأه الصحابة وطأه عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي السرح والحسن والحسين وطأوا هذه الأرض وفتحوه والآن بنات تمارسون البغاء والزنا هل ترضون بذلك؟ نريد أموالكم التي تصرف فلتصرف هنا فلتقام المشاريع لهم حتى يتركوا الزنا هذه الأموال لماذا توجه هنا وهناك؟ هذا بلد مسلم فتحه الصحابة والله لا نرضى بهذا لا يرضى بهذا مسلم غيور اتقوا الله عز وجل ابنوا مشروعا لهم بدل هذا دور الدعارة ودور الزنا نريد مشروعا عمليا لتلك النسوة حتى يعملوا المال ويكتسبوا المال الحلال والعمل الحلال إني الآن أسمع صيحاتهم وأرى دموعهم
فاتقوا الله عز وجل في الأموال، هذه من أبرك المشاريع. اخدموا إخوانكم في تونس، اتقوا الله عز وجل في هذا المال، فإنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة إلا ويسأل عن ماله سؤالين: من أين اكتسب هذا المال؟ وأين أنفقه؟ اتقوا الله تعالى في هذا المال، ابنوا لهن مشروعا هنا حتى يستغنوا عن الحرام. وكان في هذا الأمر من أجل عظيم ومصنع عظيمة. سجل أسماءكم إن شاء الله. أنا بس أعلم. نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى، فالعمر ما حدود السنين. ورض الإله بطاعة يسعدك في دنيا ودين، واحمل بصدرك مصحفا يشرح فؤادك كل حين. يا أهل الخير، أنقذوا نساء تونس. يا أهل الخير، أنقذوا نساء تونس. يا أهل الخير، أنقذوا شباب تونس. نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين. الله يحفظكم ان شاء الله، يحفظكم. انا بشتهد ان شاء الله، بشتهد قدر المستطاع، باخذ الاسماء ان شاء الله. الله يحفظكم، الله يحفظكم ان شاء الله. عاوننا عاوننا، الله يبارك فيكم. حافظوا على الصلوات الخمس، خلوكم مع الله عز وجل. اكثروا من الدعاء. شاهدونا 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 استروا على المسلمات لعل الله أن يستر علينا. من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. لعل هذه الزانية التي تندم يوما تبكي يوما أعظم عند الله من بعض العباد والدعاة والعلماء لما حضرها في قلبها من إجلال الله عز وجل. إجلال الله عز وجل. دود السنين نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى، فالعمر محدود السنين. عد للكريم بتوبة واركب جناح العائدين، تلقى السعادة كلها فلنعم دار. يا أيها العلماء، توجهوا بعلمكم إلى تونس. يا أيها الدعاة، توجهوا بدعوتكم إلى تونس. يا أيها التجار، توجهوا بتجارتكم إلى تونس. يا أيها المحسنون، توجهوا بأموالكم إلى تونس، فإن تونس تناديكم.